هل يجوز الاستماع إلى شريط من القرآن الكريم والمستمع مستلق على الفراش للنوم؟ لا بأس أن يستمع القرآن وهو مستلق على ظهره أو على جنبه أو قاعدا أو قائما أو ماشيا، وكذلك قراءة القرآن لا بأس أن يقرأ القرآن ماشيا وقاعدا ومضطجعا وعلى ظهره، خير ذلك. كل هذه أحوال لا تمنع من قراءة القرآن ومن استماعه، وفي هذا خير للمسلم. نعم، جزاكم الله خيرا.